استمرت فعالية مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة لليوم الثاني على التوالي في أكثر من موقع بمحافظة البحيرة. هذا وفرت المبادرة كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات كبيرة لتناسب الأسر ذات الدخل المنخفض، حيث جاءت اللحوم بأسعار 185 جنيها للكيلو، وجاءت البحيرة ضمن مجموعة من المحافظات التي تستهدف الحملة من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم. ضيق كبير خالص عندنا من المواطنين، ودي اليوم التالي على التوالي على في مركز دمنهور هنا، مركز مدينه دمنهور، وعندنا طبعا عربيات متنقله في جميع القرى والميادين، فهمتني، على مستوى محافظه البحيره. يعتبر اليوم السادس النهارده بالنسبه لتوزيع اللحوم في محافظه البحيره، والتاني في مدينه دمنهور. جوده اللحمه كويسه والناس كلها بتشكر فيها، عشان كده جت تشتري النهارده، والاقبال عليها شديد والناس طالعه من الصلاه، وقربنا نخلص الكميه الموجوده. بسم الله ما شاء الله، الاقبال محترم جدا لدرجه ان الناس اللي اخذت امبارح رجعت واخذت تاني، وده يدل ان جوده اللحمه ممتازه جدا، لحمه بلدي بنسبه 100% مقابل ان السعر مناسب جدا 185 جنيه، وده بسم الله ما شاء الله خلى الاقبال كويس جدا.